أخبار اليوم. مني ردريك سليمان. بنقول لك طبعاً أنت بطل فيلم بالحلال للمخرج أسد فنتكار. تكلمنا عن دورك، يعني الناس اللي ما شفتش لسه الفيلم، تكلمنا عن دورك في الفيلم وصعوبات اللي واجهتك في الشخصية بتاعتك أنت تحديداً. رح أتكلم عن دوري بالفيلم بس بطريقة مختصرة أحسن ما نفضح القصة كتير. رح خبرك أساس الشخصية شو هو. هو تاجر خضرة، عنده محلات خضرة وعنده موظفين ومعه مصاري، وبالحي هو محبوب وشايف حاله شوي على البقوة، يعني هو مجوز وعنده أولاد وبينغرم بمرة تانية. هالغرام بمرة تانية خلق له شوية مشاكل جواته هو، فكيف بده يتخطى هول المشاكل بلا ما يكسر العادات والتقاليد أو إذا بدك الخطوط الحمر. بوصل لهون بالحكي أحسن ما رح نعرف شو رح يصير لأنه شوي نفتح القصة. يمكن الكل بيقول عليك أن أنت فنان قدير مسرحي، فكرة السينما الممثل بيبقى إيه الاختلاف ما بيأدي عمل مسرحي عن السينما من وجهة نظرك؟ يعني أنا عامل شاغل سينما قد ما شاغل مسرح، يعني 10 أفلام سينما، 5-6 مسرحيات. ففي الفرق إنه بالمسرح تأسيس الشخصية بياخد شهور، لأنه عم نتمرن على فترة كتير طويلة وعم تأسس الشخصية أكتر. بالسينما أساس الشخصية يعني بالمناقشة أكتر قبل التصوير بفترة، دراسة الشخصية رح تكون أسرع من المسرح. وأوقات بالسينما هي اللحظة قدام الكاميرا هي بتولد كتير اشياء انت ما كنت بتتوقع انه تولد معك نتيجة احساس انت مكونتيه عن الشخصية قبل. بالمسرح بيكون مجهز كل شيء اول ما تروحي على اول عرض، فهذا الفرق. واثنيناتهم انا بحبهم كتير. يعني ايه الرسالة اللي حبيت تقولها من خلال دورك؟ شو ما كان بالحياة في مشاكل ممكن تلاقي لها حلول، وحلول ضمن المنطق وما تأذي حدا. التعاون مع دارين وأسد تحكي لنا عليه؟ جيد جدا كتير. كان الجو عن جد فرح عسات موقع التصوير كنا وفي يعني مريح، وهذا إذا الممثل مرتاح رح يعطي كتير. فإن شاء الله بتشوفي اليوم وتشوفي قد يعطينا. بالنسبة لمشاركة العمل في دبي، مهرجان دبي السينمائي وليه بايقه، شايف التجربة دي ازاي؟ يعني طول الفيلم في أفلام دبي السينمائي ومهرجان دبي السينمائي، شايف ازاي؟ صراحة وصلت امبارح عشية واليوم بلشنا المؤتمر الصحفي والمقابلات، فما بعد ما لحقت تعيش المهرجان. بس أنا جاي على المهرجان قبل مع فين كنت أنا مأخرجه وثائقي، وتجربة رائعة مهرجان دبي عن جد. سعيد بردود الفعل يعني اليوم. كان أنا كنت خايف الصبح، يعني أول ردة فعل كان رح تكون هي المؤتمر، أنا ما بنعرف ردة فعل العالم. فاللي انحكى بالمؤتمر كتير ريحني إنه هالقد عن جد واصل الفكرة مثل ما لازم توصل وحبوا العالم الفيلم. ممكن نتوقع في عمل تشارك فيه في مصر؟ مصر؟ أتمنى إن شاء الله إن شاء الله. يعني لسه ما جتش الفرصة ولا أنت مأجل خطوة إن أنت؟ لا ما في فرصة بس أكيد أنا غرامي. معظم الفنانين اللبنانيين مطربين وفنانين دلوقتي مشاركين عندنا بأعمال مصرية. إيه بس أنا ما راح أشارك بعمل مصري وكون بدي أحكي مصري وما بعرف أحكي مصري، يعني إذا بشارك بعمل مصري لازم أتعلم مظبوط المصري أو كون أجنبي جاي على مصر. فما لا انه ما راح اتعدى على الحكي بالمصري. مش صعبه بس قد ما اتعلم ما بعتقد راح اوصل لكيف الممثلين المصري بيحكوا. فلا ما راح اروح متعدي على مصر، راح اروح اذا في شيء عن جد بيناسب اني اروح. لكن هي خطوه في اجندتك ان انت خطوه براسي انه في عبالي اكيد بحب كثير، بس ما راح اكون انه حبي لهذا الشيء يكون عم بيأثر على غيري. ايه مشاريعك الجديده في الفتره اللي جايه؟ صراحه بهيدي السنه بعد بالحلال صورت 7 افلام سينمائيه لبنانيه طويله. هلا عم يخلصوا واحد ورا الثاني ومهرجانات واحد ورا الثاني وان شاء الله خير. نتمنى لحضرتك كل التوفيق واحنا مبسوطين ونشوف الفيلم. شكرا.